السابعة في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إعلان شراكة استراتيجية يتضمن اتفاقا على مواصلة التعاون في مجال النفط والغاز. قال الإعلان أن التعاون يهدف إلى تعزيز التوازن الاستقراري في سوق النفط العالمية. هذا أكد الرئيس الروسي أن جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك كان لها أثر جيد على أسعار النفط. أدى نحو 250 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. خلال خطبة الجمعة حضر خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري ما يسمى بصفقة القرن، وقال إنها إسرائيلية بثوب أمريكي، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى رفضها وإدانة ما يتعرض له المسجد من انتهاكات. يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيم يونغ شول مساعدة الزعيم الكوري الشمالي في واشنطن. قالت البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة أن شول الذي يعد أرفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2000 سيسلم الرئيس الأمريكي رسالة من الزعيم الكوري الشمالي. اتفقت الكوريتان في اجتماع رفيع المستوى اليوم على إجراء محادثات هذا الشهر بشأن القضايا العسكرية ولم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية. وقال بيان مشترك أن المحادثات العسكرية ستجري في 14 من الشهر الحالي في الجانب الشمالي من قرية بان منغوم الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل فيما بين البلدين. أدى جوزيبي كونتي اللمين أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليصبح رئيسا للوزراء. تشمل التشكيلة الحكومية زعيم الاتحاد اليميني المتطرف ماتيو سالجيني وزير للداخلية ولويجي دي مايو رئيس حزب الخمس نجوم كوزير للصناعة. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.